الهجرة، التنوع الثقافي، الهوية، كلها معطيات في صميم عمله. أليون بادارسار فنان تشكيلي سنغالي يعشق الرسم ويستمد لوحاته وألوانها من فنون الحياة. فالألوان الجريئة كالأزرق والأحمر والأصفر تمثل لدى سار الثقافات والهويات والقصص الشخصية التي تتفاعل سوياً فوق لوحاته لتفسر لنا معاني كثيرة داخل عالمنا. قلت لنفسي سأحاول العمل على هذه اللوحة وأحاول أن أستخدم أقصى قدر من المواد، والحقيقة أن الألوان تتداخل بينما تتنافر أخرى بعض الشيء، وهو ما يشبه إلى حد ما هذا العالم. فهذا الرجل لا يحب هذا الرجل، وهذا الرجل يقبل الرجل الآخر، ونفس الشيء يحدث هنا مع اللوحة. فبعد دراستي في مدرسة الفنون الجميلة في داكار، سافر سار إلى بريست الفرنسية ليكمل دراسته. وعندما وصل إلى فرنسا بدأ في جمع قصص من مسافرين ومهاجرين آخرين، لكنه في نهاية المطاف استقر على رسم قصته الخاصة في لوحاته. في نفس الوقت قلت لنفسي إنه من الأصح التركيز على رحلتي الخاصة، فمنذ أن هاجرت وانطلقت مع قصص كثيرة وقمت بعدة مقابلات مع الناس الذين هاجروا وضعت كل هذا جانبا، ورأيت أنه من الأكثر مصداقية التركيز على قصتي. كان سار راعيا في جنوب داكار، لكن عشقه للطبيعة خلق منه فنانا. ساعات العزلة التي كان يقضيها بحثاً عن إجابات لأسئلة عدة أدت إلى دخوله عالم الفن التشكيلي الذي بدأه بلوحات أكثر كلاسيكية وصولاً بالتجريدية. كنت راعٍ لفترة طويلة، كنت محاطاً بكل الغابات في منطقتي، كل ذلك أعطاني الجانب الإنساني الذي يظهر في أعمالي. سار الذي اعتاد أن يجلس يومياً بجوار شجرة عملاقة في قريته سيقوم بعرض لوحاته التي تشبه حياته وتعد عصارة من التجارب والهويات الثقافية القديمة والجديدة في معرض داك آرت الذي سيقام هذا العام في 3 مايو أيار الجاري.